بنشاهد مأذنة كالان أودا كالون بمدينة بخارى في جمهورية أوزبكستان. المأذنة تم بناؤها سنة 1127 تحت حكم الحاكم أرسلان خان. طول المأذنة بيبلغ 46 متر ونص، و تم وضع حجر أساس في الأرض بعمق 10 متر، و قطر الدائرة من القاعدة اللي يعني من تحت بيبلغ 9 متر. بنشاهد أكتر من 12 حزام بأشكال هندسية مكتوب عليهم تاريخ البناء واسم الحاكم. المأذنة بتعتبر أهم معلم من معالم مدينة بخارى، وكانت مرتبطة بمسجد كالان بجسر صغير، والمأذنة تعتبر هي العلامة المميزة لمدينة بخارى، ويراها الإنسان على بعد كبير من أي مكان في المدينة.